محمد إيهاب بيعتزل رفع الأثقال نهائيا. طبعا من شوية صدر قرار رسمي أن لعبة رفع الأثقال المصرية خارج أولمبياد طوكيو 2020، والمحكمة الرياضية الدولية رفضت الطعن المقدم بشأن رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري بسبب حالات منشطات سابقة، وبالتالي تم تأكيد حرمان مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. وترتب عليه طبعا هذا القرار أن بطلنا المصري محمد إيهاب اعتزل اللعب نهائيا. وفي بوست طبعا كتبه على صفحته على الفيس وقال فيه انه كان متمسك بالامل لغايه اخر لحظه ان المحكمه الرياضيه يكون قرارها في صالح اتحاد رفع الاثقال، لكن بعد القرار النهائي بايقاف الاتحاد اعلن الاعتزال بصوره نهائيه. توفيق لمحمد ايهاب طبعا في حياته ان شاء الله باذن الله. نروح لاخبارنا، وبدايه من اخبار النادي